نتكلم عن أصحاب الأمراض المزمنة زي السكر، الضغط، ناس كتير قوي عايشة بيهم، يعني ما عندهمش مشكلة وبيصوموا بيشتغلوا بيعملوا كل حاجة، لكن في بعض الحالات، نتكلم قلة من الحالات، عندها يمكن بتتعب قوي من الصيام، بيقولوا عليهم يعني بيفرهدوا أكتر. فإيه الحالات اللي يعني ليهم تفاصيل كده لوحدهم لما يجوا يصوموا ليهم حاجات معينة يقدروا يعملوها أو يمكن ما يصوموش خالص؟ طيب احنا اهم حاجه بنتكلم عليها واللي ليها قاعده كبيره او عدد كبير هو مريض السكر. فخلينا نتكلم على انه في عندي نوعين من مرض السكر، عندي نوع السكر من النوع الاول، السكر من النوع الاول، وده اللي بيعتمد في علاجه على الانسولين. يعني ايه؟ يعني البنكرياس بطل يفرز انسولين، وده طبعا جيني او وراثي او بسبب بتحصل من الطفوله. هل في الحاله دي انا اقدر اصوم؟ اكيد لا. ليه؟ لانه انا معتمد على اني باخد جرعات معينه من الانسولين على مدار اليوم، ولازم الانسولين ده يكون مصحوب باكل، او في ناس حاطه مضخات انسولين بتركب دلوقتي مضخه الانسولين وبتبقى معتمده عليه طول النهار، وبالتالي لازم برضو ياكل وجبات بما يتناسب مع الانسولين اللي بيتاخد. طيب ايه اللي هيحصل لو المريض ده صام؟ وصام على يعني من نفسه من غير استشارة الطبيب، هيبدأ يحصل هبوط في سكر الدم، ثم هبوط سكر الدم ده يؤدي إلى أن الجسم يبتدي ياخد الطاقة بتاعته من الدهون، يبتدي يحصل حاجة اسمها كيتون بوديز أو أجسام كيتونية، تبتدي تعدي المخ وتتسبب في غيبوبة السكر اللي هي ممكن تؤدي بحياة هذا الشخص. يبقى إذن أنا ما أقدرش اني اصوم هذا الشخص لانه بياخد انسولين، معتمد على انسولين، وما ينفعش نهائي انه يصوم الا باستشارة الطبيب اللي اكيد هيقول له برضه بنسبة 99% انه لا ما يصومش. نيجي نتكلم على النوع الثاني وهو ممكن بس اقف عند حته معينه. طب احنا عارفين مرضى السكر هي ليها درجات، في درجه اولى ثانيه. هي مش درجات، هو انواع. طيب الانواع بالظبط، حضرتك بنتكلم هنا على انهي نوع؟ ده النوع الاول، مريض السكر من النوع الاول، والذي يعتمد اعتماد كلي على الانسولين. البنكرياس بتاعه ما بيفرز انسولين. طيب النوع الثاني بقى، مريض السكر من النوع الثاني اللي لا يعتمد على الانسولين، ما هو مريض السكر من النوع الثاني ده بقى هو ده اللي بتدرج. يعني بيبدا الاول بمقاومه انسولين، ثم مقاومه الانسولين تبتدي تبقى مريض سكر صريح من النوع الثاني، ثم بعد كده يبتدي البنكرياس يستنفذ الانسولين اللي هو بيفرزه، يبتدي يعتمد على الانسولين فيما بعد. وفي ناس بتعتمد على الانسولين من الاول على حسب طبعا درجه المرض. طيب ده مريض السكر من النوع الثاني الغير معتمد على الانسولين، في علاجه الصيام يؤثر عليه ايجابيا، وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نصوم. لانه معظم مرضى السكر من النوع الثاني، معظمهم مش هقول كلهم، نسبه كبيره، بيبقى السكر ده طبعا بسبب السمنه. والسمنه من الحاجات اللي بتعالجها زي ما احنا بنقرا كلنا الصيام المتقطع. الصيام المتقطع جايبينه من فكره الصيام وفوائده والتأثيرات الهائلة اللي حصلت على الدهون الداخلية، دهون الحشوية أو الفيسرال فات، وتأثيره على الكوليسترول بتاع الدم، وتأثيره على الكلى. كل الكلام ده طلع منه فكرة الصيام المتقطع. فحضرتك متخيل أنه المريض السكر من النوع الثاني الغير معتمد على الإنسولين ده بيتحسن جدا 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 بالصيام، وبيأثر عليه بصورة إيجابية بشكل عظيم جدا. لكن ليه شروط. إيه شروطه بقى؟ إن هو السكر عنده على طول يعني هنقول متوازن أو متزن، يعني مفيش لا السكر بيعلى قوي ولا السكر بيقل قوي في خلال الثلاث شهور اللي قبل الصيام. تاني حاجة هقوله قيس سكرك قبل السحور، قيس سكرك أول ما تصحى من النوم، قيس سكرك كل ساعتين لحد الفطار. لكن لو حسيت ان في هبوط حصل، الهبوط اللي هيحصل ده مش زي السكر من النوع الاول، يعني مش هيدخله المستشفى او ممكن ما يتسببش في غيبوبه، لكن لازم يقيس سكره، لانه لو حصل نقص في السكر او حصل زياده في السكر يبقى هو لازم ساعتها يفطر ويبطل الصيام. تمام.
تمام. طيب احنا بناخد ادويه، هل الادويه دي ممكن اجلها فتره بعد الفطار؟ برضو ده يسال في ذلك الطبيب المعالج، لاني لو اقدر اجلها بعد الفطار اوكي، او باخد جرعه واحده من الدواء بعد الفطار مفيش مشكله، لكن لو انا بضطر ان انا اخد جرعات على مدار اليوم ومضطر ان انا اعمل كده، يبقى برضو انا مش هقدر ان انا اصوم. طيب احنا اتكلمنا عن السكر بالظبط بالنوعين، اللي هو الاول اللي ده ما ينفعش يصوم بالزبط. خالص، ده اللي بياخد انسولين، والنوع الثاني اللي ممكن يصوم لكن لو حصل اي حاجه يرجع للطبيب. طيب في كمان حاجه مهمه جدا، انه في ناس مرضى من النوع الثاني لكن بيمارسوا الرياضه، فلازم ابقى فاهم انه الرياضه بتاعتي افضل كتير قوي ان انا اعملها بعد الفطار بساعتين، بحيث انه اكون كلت واقدر كمان ان انا اشرب، حاله الهايدريشن او الترطيب بتاعه جسمي تبقى مظبوطه، اقدر ان انا اكل وجبه بعد التمرين بتاعي، فما ما ما اذيش جسمي او ما اضطرش ان انا يبقى فيه حالات من التعب او المضاعفات. طبعا في مرضى برضو من السكر عندهم مضاعفات خاصة بالقلب والشرايين والكلى، ودول برضو ممنوع انهم يصوموا.